عنده إعاقة ذهنية وجسدية وحركية، يعني ما كيشوف ما كيمشي ما كيجلس. اضطريت أنني نحرق ولدي ونمشي. كنت ديال الترويض ودابا عام ما ديتوش، مديتو على الطبيب قال لي تشكرف، قال لي المخ ديالو تكمش ليه، قال لي المخ ديالو تكمش ليه. علاش ديتيني صرفقتيني؟ انا ما بغيتوش كاع ينقص في الوزن. كنضطر حيت الله غالب. السلام عليكم، معكم حسنة، كتقيم في مدينة الدار البيضاء، عندها وليد هو عنده إعاقة ذهنية وجسدية وحركية، يعني ما كيشوف ما كيمشي ما كيجلس ما كي يعني ما كيدير حتى شي حاجة، مسكين عير بارك. المشكل اللي عنده هو انه الدار خرج ليه، تكعبب ليه، كله خرج ليه. هو ملي تزاد تخنق ليه في كرشي، ملي تزاد داو الدي قال لي غتمشي تهزي الوليد غدير القرعه، ولا ما ديتيش غادي يموت لك. بقينا كنجري وكنجري، وانا كنت في ديك الساعه فاتحه الزوج ديالي اللي كان كيجري حتى القرعه المناسبه اللي حطوا فيها، وكانوا كيقولوا لي غتحط 20 الف الليله، وكان كيمشي يتسلف باش يحطه. يعني دخلته 10 ايام وخرجته، عاود تخنق لي عاود دخلته 10 ايام اخرى. في الاخير درنا ليه واحد الراديو، قال لينا تشوفوا مع الطبيب ديال الراس. مشينا مع الطبيب ديال الراس، قال لك خصك ديري لي الشبكه، ديري لي السكانير، لي ريم، هما الوراق، ها كلشي. درت لي داكشي، قال لي المخ ديالو تكمش ليه بسبب الاختناق اللي تخنق لك في كرشك، تكمش ليه. ملي هذاكشي قال لي دابا خاصو الترويض طول الابد والدواء ديما والطبيب والعنايه، يعني كلشي هادشي خاصك ديما تراقبي ديما. وانا درت واحد الترويض كاين في بوزكوره، مشيت تقيت فيه وكلشي، مشيت بديت معاهم، بقيت كنطلف بهم باش نقصوا ليا. هما كيديروا الحصه 3000 ريال وانا بقيت معاهم حتى خلوه ليا ب 1200. هما الرواسه داكشي ديالو خلوه ليا ب 1200. بقيت كنمشي مع المده شويه، وليت كنعيا مع المراكب، خاصني الترونسبورت خلصي، خاصكي يعني بعيد. الا خرجت مع 7:30 ما كنرجع حتى ل3. عندي جوج بنيه ووليد، البنية عدة سنين وهاد الوليد المريض عنده 4 سنين، طالع في 4 سنين. كنت ديال الترويض ودابا عام مديتوش، مديتو على الطبيب قال لي تشكرف، يعني ما فستطعتيش باش انني ندي ونخلص، والمصاريف كتير عليا. الزوج ديالي على قد الحال، كيشد داكشي اللي قسم الله كنخلص به الكرا والصير، يلا نشري ليه المسائل ديالو. حتى هو بعض المرات كنضطر انني نمشي للحانوت وناخذ ليه المسائل ديالو، كنكريديهم. كنضطر حيت الله غالب. وعباش الطبيب خاصك الطبيب كل مره دي، انا ما كندي على شحال. الترويض حتى هو ما بقيتش ديتو دابا شي عام، ما بقيتش ديتو. ملي مشيت على الطبيب قال لي تشكرف بزاف، ديتو عير واحد شي 4 ايام دابا، قال لي الدري تشكرف بزاف. قلت لي دكتور وبالنسبه لشنو خاصني؟ قال لي نقص في الوزن بعدا بزاف. حطمني ملي قال لي نقص في الوزن، بكيت من الداخل ديالي، خرجت وبديت كنبكي ملي قال لي نقص من الوزن. علاش ديتيني صرفقتيني؟ انا ما بغيتوش كاع ينقص في الوزن، حيت فما كنت على الطبيب كيقول لي مزيان هاد المره، قال لي نقص، قال لي خاصو لي فيتامين، خاصك يعني حتى الله يفيه خاص. قلت لي لا قسم الله كنعطيه، لي اللي قدرت عليه كنديرو، لي ما قدرتش عليه شاف فيا الله. قال لي دابا، قلت لي دكتوره شنو؟ قلت لي هنا دكتور كلشي خاصك الفلوس. قال لي بغيتي تعتني بيا خاصك برا هما اللي كيعتنيو بيه، يعني برا غادي يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه ويعتنيو فيه، ويكون الترويض تما عندهم والطبيب، يعني كل شيء غتلقاه قريب لك. اما هنا اي حاجه بغيتي اختي راك عارفه المصاريف، بغيتي اي شي حاجه خاصك تمشي طاكسي تشدي من هنا للمدينه، خاصك ما عندناش حنايا اختي. انا اضطريت انني نحرق ولدي ونمشي، نغامر براسي نحرقو ونديه لتما. وليت كنفكر صافي، وليت لدرجة أنني كنعس وكنبقى نتخايل، وما كنبقيتش كنعس، وليت باركة وكنخمم، يعني بغيتو يتعالج. تا هو ولا كيقولي باغي نحرق، نمشي نحرق باش ندي. أقسم بالله تا كنقولو هاد القضية، والله شاهد. يعني ملي كتشوفي هنايا ما تا واحد ما غيساعدك، هنايا الطبا كيقولك عط الفلوس، مشيتي لبنارش كيقولك خلصي، مشيتي هنا خلصي. يعني أنا لاكارت ناسيونال شادين ليا في ميريزكو،
بسبب درت لي واحد الراديو قلت لهم ما عنديش خذوا لا كارت ناسيونال، غنوريكم الروسيا هو كاين الا ما تيقتونيش. انا كنطلب من خوتي يعاونوا هاد الوليد، انا ما يعاونونيش، انا ها هو يديروا ولدهم خوهم كبتهم يعالجوه، غتشوفوا غياثر فيكم وغيبقى فيكم. اللي كيشوفوا عير في الزنقه وهذا وكيبقى يبكي، عير اللي كيشوفوا فحال هكا وكيقول لي هاد الوليد مريض كيبقى يبكي ملي كيشوف. يعني تشوفوا الحاله ديالو، خاصني ما نتحركش من حدا، كيتخنق ليا. ملي سول الطبيب قال لي خاصك تبقاي تخولي ديما صدرو، انا ما عنديش ما مستطعتيش انني نخولي صدرو ديما. الطلب ديالي انني يوقفوا معايا الخوتي ويعاونوني اللي كاينين هنا والارض الوطن وخارج ارض الوطن، يوقفوا معاه ويشوفوا من حاله. ها هو خدوع، انا بغيت نشوفو تانا كيشوف، نشوفو تانا كيمشي، نشوفو تانا، بغيت العلاج ديالو، ما بغات حتى شي حاجه انايا، ما كيهمنيش انايا، كيهمنيش راسي، كيهمني غير ولدي.